برقصة تفتح الأزهار الشهيرة افتتح ركح أوبرا الجزائر السهرة الفنية المتميزة التي خصصها للاحتفاء برأس السنة الصينية، سهرة كانت فرصة لمشاركة الجالية الصينية بالجزائر فرحتها بعيد الربيع والتعريف بهذا التقليد الأسيوي العريق. أنا طالبة في جامعة الجزائر الصينية، وللمسافة البعيدة لا يمكنني أعود إلى بيتي لاحتفل هذا العيد، فسأطبخ مع زملائي أكلات صينية تقليدية ونأكلها ونتحدث لاحتفال بهذا العيد. اليوم الفرقة التفنية من مقاطعة سيشوان لمدينة تشندو هم يأتي إلى الجزائر لتقديم عرض لجماهير جزائرية. هم يريد أن يأخذ البركة والسعادة إلى الجماهير، وأيضا بسبب الصداقة بين الصين والجزائر الصداقة التقليدية. عروض فنية متنوعة بين الموسيقى واللوحات التقليدية الغنية بالألوان امتزجت في أحيان كثيرة بالثقافة الجزائرية لترسم لوحة فنية تفاعل معها الجمهور الحاضر. برنامج اليوم كان مشوق جدا لأنه كان يتميز بالاختلاف أما كان سابقا، كما كانت هناك أعمال جزائر صينية يعني أعمال مشتركة. C'était un show très intéressant, riche en danse, riche en musique, en art martial. Donc c'était vraiment un spectacle à ne pas rater. أمسية الاحتفال برأس السنة الصينية والذي سيصادف هذا العام تاريخ 25 من جانفيه كان فرصة جديدة لتقوية أواصر الصداقة من خلال اكتشاف التراث الثقافي الصيني العريق الشاهد على أزيد من 4718 عاماً.